السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مع ربيع إساد في فيديو هذا لتوضيح دور الرأس في ساتيليت هوتفورت أو أسترا. نتكلم على الهوتفورت. الهوتفورت في إسبانيا كيتخدم بزاف لأنه كتوجد في الإذاعة ديال المغرب قنوات المغرب من 1-9 كاندين، وفي نفس الوقت في 24 في الدولة الإسبانية القنوات يعني مشفرة والمفتوحة في 500 وفي حاجة ديال الإذاعات. الموضوع اليوم هو اللاقيت، كيكون التوصيل فيكس يعني بدون موتور بدون محرك، كنخدم التوصيل ديالنا كيتخدم بزاف وأسهل ما يكون. هذا واحد من النقطة اللي توضح أسهل ساتيليت، فهي واحد 5-6 دقائق تعود كل شيء تنزل التوصيل تشد ديال ساتيليت ميسات تغيير الشباك، كنشوفو الراس كيكون دائما هكذا. يعني هاد كيدخل فيه تكون هكذا. لا من إذا راه تشد إذاعة مرة تبقى إذاعة واحدة والسينيال يعني ناقص هكذا كنعاودو شوية أسرع في النيسات، لأن الصح كيكون فيكس كيلاقط إشارة ولكن لاقط كيكون هكذا. واش وحنا غنوضحوها بالمباشر في الصح كيفاش تركبوها. شكرا. أتينا بالابور إسبانيا، مرحبا بكم. هوتبورد توصيل صغير شحال في السينيال؟ 99. فيا الصحة والراحة الله يعاون. هذا واحد من الهوتبورد، هنا هوتبورد في اسبانيا بزاف. السلام عليكم ورحمة الله.